نقلت الى معاون عسكري لانه اصبت بالشمال يوم 5/1/66، اصبت بالشمال بشظيه بمدفع من داخل ايران، لان كان الفوز مالي عن حوالي 500 متر عن كيف من داخل ايران، يعني مدفع من داخل ايران، ماذا يعني ماذا تعني ماذا يعني كيف نقرا انه مدفع من داخل ايران؟ يعني كان الايران الايرانيون يدعمون الاكراد في ذلك الوقت. انت هسه امامي اشوفك، لما انا ابعد 500 متر عن الحدود الايرانيه ويجيني الرمي من الداخل ايران من يرميني، فكان هم يساعدون يعني معنى ذلك في كل العهود. نعم ايران نعم كانت تساعد نعم الاكراد. نعم نعم يعني حتى وحتى في عام قبل تسليم الاسلحه من قبل الاكراد، يعني بحدود بالسبعينات قبل يعني 74 بال75 سلموا الاسلحه. اي نعم بال74 هم كنت هناك بال74 ايران كانت تزود بالاسلحه وحتى المدفعيه حتى المدفعيه. يعني يعني ما قلت لي ترشحت للولايات المتحده بسبب اصابتك ام إيه بسبب نعم اصابتي؟ يعني لم تكن محسوبا على احد، لم يتوسط لك احد؟ انا بحياتي لم اتوسط ولا اعرف احد. انا يمكن بالنسبه لعائلتي يعني اقربائي يمكن انا اول شخص اتوظف بالدوله، لان قبل ان اكون امر فوج بعد ما رجعت من الهند دورة الأركان اتعينت في مدير التدريب العسكري، وكان مدير التدريب الله يذكره بالخير طيب والله ما أعرف إنسان طيب فيصل شرهان عرس، كان عقيد ركن نعم بيت العرس مشهور نعم، وهو أيضا ضابط جيد. فبقتها رشحوه إلى رئيس وفد يروح إلى أمريكا الولايات المتحدة، فكتب اسمي دخل هو بالوفد اسمي على اساس اروح كضابط ركن معاه انا بالتدريب العسكري ومترجم الى بعض الاشياء. مع عرس كان جيش ما وافق، قال التدريب بحاجه له. من هو كان؟ كان عقيد ركن محمد مجيد الله يرحمه مات اعتقد. فبعدين صار وفد اخر يروح الى المانيا لزياره الميادين الرمي. لا دعنا في الولايات المتحده، عندما ذهبت ملحق عسكري من كان السفير هناك؟ كان الله يرحمه ناصر الحاني اللي صار وزير خارجية بال69 بالضبط وقتل. قتل. ما هي مهمة الملحق العسكري بأمريكا؟ شو يسوي الملحق العسكري العراقي؟ مهمته شنو هي؟ أنا كنت معه ملحق عسكري. معه الملحق. للتدريب. أكو التدريب. أكو القضايا. يعني هل كان الجنود العراقيون يتدربون في أمريكا مثلا؟ طبعا طبعا. في ذلك الوقت؟ نعم نعم. كم عدد الجنود الذين يدربوا في أمريكا؟ يعني بزماني سواء طلاب على حساب الدفاع مدنيين يدرسون هناك يعني البي اس سي من ناحيه علميه باي ما عندنا في امريكا، لكن بي اس سي يحطون مهندسين الكترونكس او قضايا هندسه ميكانيكيه كانوا يدرسون. بعدين عندنا ضباط كثيرين يدخلون اركان هناك في ليفنورث كليه اركان او دوره القاده في كليه اركان ايضا. كم بقيت في الولايات المتحده؟ أنا بقيت سنة كاملة وصارت الحرب الـ 67 ورجعنا قفلنا الأبواب ورجعنا للعراق. يعني أغلقت السفارة؟ أغلقت السفارة نعم. قطعت العلاقات الدبلوماسية؟ نعم قطعت العلاقات الدبلوماسية رأسا. وظلت العلاقات مقطوعة إلى زمن بعيد يعني؟ إلى زمن بعيد نعم. عندما عدت وكانت الحرب 67 يعني قد نشبت نعم، أين التحقت؟ يعني هل شاركت في الحرب؟ حرب نعم حرب. هل شاركت في حرب 67 انت؟ لا انا كنت في مديريه الحركات العسكريه، تعينت الى شكل وشعبه حديثه في مديريه الحركات العسكريه اسمها شعبه النفير. شعبه النفير كانت بالاصل هي قسم بالشعبه الرابعه بالحركات العسكريه، كان مدير الحركات العسكريه جمال حميد رزو حميد ركن ما اعرف النتيجه حقيقيه الله يرحمه او الله يطول بعمره ما اعرف عنه شيء. فكان مدير حركات عسكرية، أنا كنت مدير سوى مدير الشعبة الخامسة شعبة النفير. هاي الشعبة بعدين فيما بعد كبرت حولوه إلى مديرية سموها مديرية التعبية والإحصاء. يعني مهمتها الاستنفار العام. الاستنفار العام بالضبط.
تبدل كلمة النفير، وحتى بقرة في حرب 67 يعني عند يقال أن عبد الرحمن عارف ألقى خطبة في الجيش قال لهم لا تقتلوا شيخا ولا تقلعوا شجرة، أي شبيه يعني هذه الخطبة، هل يعني كيف كان صداها بالجيش؟ ما هلقيت صداها يعني، مناشرك مكشوف ما هلقيت صداها كان، لأن بس هو راق لأن الفوج راح إلى مصر. هو بمن خطب؟ بفوج خطب؟ فوج واحد؟ بالفوج. أي فوج؟ والله بالماضي بس أعرف الأمر ماله طارق محمود جلال كان أمر فوج، وابن قيس ابن عبد الرحمن عارف الله يرحمه ابنه كان ملازم بهذا الفوج. يعني هو بعث ابنه للحرب؟ الإيران الإسرائيل المصر المصر أي، بس ما أصور اشترك أو ما اشترك حقيقة ما ولا هو الولد يعني كان مقدم أو رائد ركن، يمكن مقدم كان طارق محمود جلال هو من دورة البعدي كلية عسكرية. يعني هل هو طلع كتاب على الروح؟ هل هناك دلالة أن يبعث رئيس الجمهورية ابنه مثلا في ذلك الوقت؟ كان ممكن يستثني يعني؟ لا هو كان بالفوج. لا تقاليد الجيش كان تتحمل أنه يستثني ابنه أو يطلع من الفوج ما يبعث الحرب ممكن؟ دكتور من رحلة حرب تشرين عندي رئيس أركان، أنا مشيت قبل ما تمشي القطعات إلى سوريا مع ضباط ركن اثنين، ثاني يوم إجاني ضابط قلت شو سوي انت هنا؟ قال لي سيدي مهندس أركان عندك، قلت رئيس أركان مالي وينه؟ قال نقلوه. هاي أي سنة؟ 73. ليش نقلوه؟ ها؟ ليش نقلوه؟ ما سأل حتى ليش شارك بالحرب يعني؟ ما سألت. أنت تفسيرك يعني الآن هم اثنينهم من الموصل واثنينهم بالحزب متقدمين، بس يعني دائما من أكثر يعني نقل نقل يعني توقيت نقله كان مع حركة مع تحرك. نعم 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 نعم. أنت كقائد فرقة كيف يعني في وقتها كيف فسرتها يعني؟ يعني معقولة ما يعني ما راودك؟ موجود تفسيره موجود وهو ومعروف. اي وهو عنده جماعه ونقلوا هذاك كانت انت عقيد واللي جانا ايضا عقيد، يعني استول من الفرقه ما اعرف انا من نقله انا في سوريا، لان جاني غير واحد قال لي انا عندك رفقه كان كذا اللي بيك. طيب ما سالت انت او ما فتحت تحقيق او ما وصل صوتك او يعني عليك انه هذا ينقل في هذه اللحظه؟ ما انا قضاء ما اتدخل. انت قرأت القراءة الصحيحة؟ انا قراءة انا اعرف انا برأي هذا، بس انا ما يهمني اياه واللي يجيها اللي بيه. وبقتها من صرت قائد فيلق الاول صدفة كان عندنا اجتماع في القوات مجلس القوات المسلحة، فبنادي الاجتماع كنت انا مترفع تالي 10 ايام الى فريق، فعدنان خير الله يرحمه قال لي قال حتى احنا ما هنينا ابو مطر بالترفيع. قلت يا دي اشكرك. فقال لي تتفضل الاجتماع، قال تتفضل لامي انت وابو هدى عبد الله الحديث الله يرحمه وابو مثنى شيدرس كان الجيش كان ذاك الوقت فريق اول كان جبار سنشل، فرحنا عنده جبنا اساله ما اسال، فعدنا خير الله يرحمه قال لي ابو مضر احنا زين عليك تجي، هذا رئيس اركان تعبان متعبي وزوجته مريضه، فريد هو منو كان؟ كان لواء ركن عدد ستار المعيني، فقلت له نقلو. قال لا ابو مضر هذا اقول لك على يعني حتى انت تنتخب لك رئيس اركان. قلت له سيدي انا ما انتخب يا ولي جي حلبي. قال ابو مضر هو حقيقه مؤدب عندنا خير الله يرحمه راح. قال ابو مضر انا اقول لك تنتخب لك حتى ينسجم وياك. قلت له سيدي انا ما انتخب والما ينسجم وياه انا انسجم وياه، انا كقائد مدير مطر رئيس أركان أصلح له، من يرد ثاني مرة أصلح له، من يرد ثالث مرة أدقه. قاموا يضحكون. أنا ما يهمني ياهو ليش ما يهمني، أنا مو قاصر عمل وأعرف شغلي ومتمكن الحمد لله فضل من الله.